هل قد عدد دوره معناها هل قد فولتيه، هل قد عدد دوره معناها هل قد فولتيه. شاف لا انت عدد الدورات مالتك اقل، فسلط اشاره المن فولتيه اضافيه، سلطها على الاكتويتر بحيث الاكتويتر زيد من عدد سرعات الماطور، فصارت شنو؟ صارت اشاره السيجنال اللي هي الميجرمنت راحت للكنترولر، الكنترولر سوى شنو؟ سوى عمليه مقارنه ما بين هذه الاشاره وما بين الرفرنس، وبالنتيجه سلط كنترول سيجنال راحت على اليمن على الاكتويتر، الاكتويتر شو تغير بيه؟ تغيرت بيه الكنترولد سيجنال، العفو الكنترولد فيريبل، وادى لي الى تغيير الاوتبوت. هذه المنظومه كلها اسميها بالكنترول سيستم، بينما فقط الاكتويتر والديناميك بروسيس اسميها بالبلانت. ذكرنا مصطلح الديستربنس، الديستربنس هو فد سيجنال ما مرغوب بها تجي تاثر على الديناميك بروسيس، تدخل للديناميك بروسيس تسبب لي شنو؟ تسبب لي فد اداء غير مرغوب فيه، اما نويز، اما درجه الحراره ترتفع، اما مثلا الكتروماجنتيك ويف زين فيلد معين، سبب لي شنو؟ سبب لي ان هذا الماطور اداءه تغير، فهي اشاره غير مرغوب فيها. من سببت لي تاثير على السيستم وخلت لي الاوتبوت يتغير، السنسر اخذ هذا الاوتبوت، اخذ هاي المعلومه، السنسر مجرد مترجم لا اكثر ولا اقل، يترجم لك الاوتبوت بشكل يفتهم الكنترولر. اجى الكنترولر شاف الاوتبوت بهاي المعلومه اللي ارسلت له وقارنها بالرفرنس اللي هو عنده، قال لا هاي مو الديزايرد فاليو، فلازم اني اغير من شنو؟ من قيمه الكنترول سيجنال حتى اصحح الاوتبوت مالتي حتى يصل الى القيمه المرغوب فيها. طبعا هاي جواها التعاريف اللي احنا مرينا بهن، يعني اعطيت لك اياهم حتى يكون تحت الفيجر، حتى تكون عمليه سهله عليك عند القراءه. زين. هذا الشكل اللي احنا يعني عندنا. فالكنترولر راح يقارن، قلنا شنو يقارن؟ ما بين الريفرنس وما بين الاشاره اللي فيدد من السنسور. هذا يسموه ايرور. ليش؟ لان هو فرق ما بين الاوتبوت والريفرنس. هذا الفرق ما بين الاوتبوت والريفرنس اللي هو كايرور يقرا، المعلومه راحت للكنترولر شاف هذا الايرور ضمن الليمت اللي احنا مسموح بها، اوكي لا مو ضمن الليمت اللي مسموح بها، ادانا شنو؟ الى ان صلت كنترول سيجنال راحت على البلانت مالتي اللي يضم اكتويتر وديناميك بروسيس، وبالنتيجه ظهرت من عند الاوتبوت الاوروبي. لكن هذا لا يخفى ان هنالك مؤثر اخر اللي هو خارج اداء السيستم اللي هو الديستربنس اللي منزوله بدي، دائما هو من راي ياثر على السيستم. نجي الان لمعنى الاوبن لوب والكلوز لوب. الاوبن لوب والكلوز لوب طبعا الكلوز لوب يرتبط ارتباط او يعني هو مصطلح مرادف للفيدباك كنترول. ليش انا ديش سالت لكم الفيدباك؟ خلي السلايد الثاني اشرح لكم اياه. فمن اقول كلوز لوب معناه اكو فيدباك، ومن اقول اكو اوبن لوب معناه ماكو فيدباك. شنو معناها؟ معناه بالكلوز لوب او التسميه الثانيه سموها الفيدباك، معناه ان السيستم يقارن الاوتبوت مع الريفرنس مالت عند كل لحظه، وياخذ نتيجه هذه المقارنه، هذه المعلومه ياخذها نتيجه مقارنه الاوتبوت مع السيستم مع الريفرنس، يسلط هذه المعلومه، يسلط هاي المعلومه لمن؟ للكنترولر. الكنترولر راح ذيك الساعه نتيجه المعلومه اللي غذيت الى كايرور اللي هي مقارنه ما بين الرفرنس وما بين الاوتبوت اللي يخرج من السيستم، راح يغير من قيمه الكنترول سيجنال، ويسلط الكنترول سيجنال على بلانت حتى يوصله. اذا كان السيستم يمتلك هذه الخاصيه ان دائما يراقب الاوتبوت ويقارنه بالرفرنس، او مرات ما يقارنه بس يراقب الاوتبوت ويصحح من الاوتبوت، اذا كان هذا الفيدباك، اذا كان هاي المتابعه موجوده نسميه بي الكلوز لوب سيستم.
يعني ساب الشرح انا قايل لك اكو ديفرنس ما بين السيجنال اللي هي الاوتبوت وما بين الريفرنس اللي هي الايرور، ودائما هاي الايرور في دليل الكنترول، يعني اكو عندك مراقبه للاوتبوت. بالاوبن لوب سيستم، الاوبن لوب سيستم ما تراقب انت الاوتبوت، انت تاخذ الاشاره الريفرنس تولد كنترول سيجنال تنطيها للسيستم انتهت، بعد ما لك اي دور ثاني. فيسموه هذا النوع بالاوبن لوب، يعني معناه ماكو عندي هذا اللاين. اذا شوف هذا اللاين اللي هو ياخذ الاوتبوت ويقارنه مع الريفرنس ويدز المن كايرور للكنترول، هذه العمليه ما موجوده عندي بالاوبن لوب. راح تجي اشاره الريفرنس للكنترولر، الكنترولر راسا يقول الكنترول يطيح البلانت راح تخرج ذيك الساعه من يجي ديستربنس، الكنترولر ما يدري اكو ديستربنس لو ماكو ديستربنس، لان ماكو عنده معلومه رجعت له. فيدباك معناها تغذيه راجعه بالعربيه، فيدباك معناها التغذيه الراجعه، انا قاعد اغذي الكنترول بمعلومات راجعه من الاوتبوت واقارنها مع طبيعه الانبوت اللي انا ارغب به، حتى شنو؟ حتى اوصل السيستم للاداء اللي اريده من عند الاداء الامثل. بالاوبن لوب ماكو هاي التغذيه الراجعه، السيستم فقط يولد اشاره كنترولر الكنترول سيجنال ويدزها للسيستم ويطلع الاوتبوت. بقى هذا السيستم تتولد بي ديستربنس، تجي ديستربنس خارجيه، بس الكنترولر ما عنده اي امكانيه ان يسيطر على هذا الموضوع. فالسيستم اللي يكون ما بي تغذيه راجعه من الاوتبوت نسميه اوبن لوب، بينما اذا كان السيستم الكنترولر الموجود بي معلوماته اللي يغذى بيها دائما هي مقارنه ما بين الاوتبوت اللي قاعد يصدر من السيستم والاشاره اللي مسلطه على السيستم اللي احنا نريد نوصل السيستم عندها. يعني احنا قاعد نقول عندنا 5 فولت تولد لنا مثلا يكون كهيتر تولد لي يكون 20 درجه مئويه. اذا ماكو كنترولر انا اسلط ال 5 فولت بقى تطلع 20 درجه، تطلع 25، تطلع 18 درجه، ما ادري. بس لو اكو سنسر يقرا درجه الحراره يولد لي فولتيه ملائمه درجه الحراره قراها وينطيني قاعد يقول لي فولتيه جت كذا، فانا اعرف اوكي هاي الفولتيه معناها تكون درجه الحراره 18، اذا انا اريدها 20 الاساسيه، اكو فرق عندي راح ازيد الفولتيه، فصار عندي تغذيه راجعه بالنتيجه صار عندي كلوز لوب. هذا في المثال بسيط، مثال بسيط مثلا نقول عندي في التانك بيفد اويل معين، واني مثلا حطيت هيتر تمام؟ فسلطت فولتيه معينه، حطيت الفولتيه مالتي على يعني هذا اللي يسموه نوب اللي هو مثلا احنا نسميه سويتش، هذا اللي يتغير به درجات الحراره، حطيت درجه الحراره مثلا على 40، انت شنو انت ما سلطت درجه حراره 40، انت سلطت فولتيه. هاي الفولتيه مثل ما موجود عندك بالصوبه الكهربائيه، انت هاي الفولتيه كنت تولد لك شنو؟ تولد لك درجه حراره 40 درجه مئويه. ماكو عندك هنا اي تغذيه راجعه، فنتيجه لتغيير هاي الفولتيه اجت الهيتر سخن الاويل الموجود، اذا كان مثلا صوبه زيتيه، يعني هذا مثال على صوبه زيتيه، زين درجه الحراره تولدت كذا، ما تعرف انت بعد هل ان درجه الحراره هاي اللي تولدت هي صحيح 20 او 40 درجه مئويه، لو اقل لو اعلى، ما تعرف. يجي شخص ثاني يقول لا احنا بدل ما نعوف العمليه كذا، يعني نسلط فولتيه وما نشاهد الاوتبوت، خلي يجي واحد شخص يوقف، هذا الشخص دائما من يحط الفولتيه كذا يقرا درجه الحراره ويقارنها مع التيبل اللي عنده، هذا وركر، هذا زمن، هذا استهلاك للطاقه البشريه. يكون عندي شخص كل دقيقتين يجي يقيس درجه الحراره ويغير الفولتيه، يقيس درجه الحراره ويغير الفولتيه. حتى استعيض عن هذا راح شو اصمم؟ اصمم كنترولر. الكنترولر كانما وركر، يعني هو كانما شخص، هذا شو يسوي؟ يقول لك يا ابي اكو عندك شنو؟ اكو عندك ثرموميتر، عندك محرار، هذا المحرار يقرا لي درجه حراره السائل. فشي يسوي؟ هاي المعلومه وين راح يسلطها؟ تجي المحرار يسلطها لي هذا الوركر اللي هو الكنترولر. الكنترولر راح يشوف هل ان درجه الحراره كذا، وهي واضحه عندكم طلاب هذا المثال بالصوبه الزيتيه، انت من الصوبه الزيتيه تثبت درجه الحراره على 30 او 40، تشوفها من توصل الى 40 بعد مثلا مرور 10 دقائق، ربع ساعه، نص ساعه، حسب، تفصل الصوبه، احنا نقول يطفي، تطفي الصوبه الزيتيه، فصلت. ليش فصلت؟ اكو كنترولر. الكنترولر سوى اكو عندك ثرموميتر، هذا الثرموميتر قرا درجه الحراره، قارن درجه الحراره اللي واصل لها السائل مع درجه الحراره المرغوب فيها،
قطع الفولتيه، طفى الفولتيه، انخفضت درجه الحراره، صارت فولتيه. فهاي العمليه هاي اللي يكون بها تغذيه راجعه يسميها بي الكلوز لوب. فصار واضح عندنا الاوبن لوب والكلوز لوب. هنا مثالنا مثلا اكو عندنا ديزاير تمبرتشر، واكو عندي هنا تانك سلطنا فولتيه، ظهرت عندي تمبرتشر، الثرمومتر اللي هو كسنسر انطاني المجر تمبرتشر، هاي المجر تمبرتشر جتي قارنتها ما بين الديزاير تمبرتشر، هي نفسها لو مو نفسها؟ لا مو نفسها، خلي الفولتيه مستمره. لا والله صار الايرور مالتنا صفر، يعني انا وصلت للفولتيه المرغوب به قطعت صار ايرور صفر، معناها انا شنو كوركر او ككنترولر معناها انا بعد ماكو داعي اسلط الفولتيه اقطعها. الى ان شفت لا درجه الحراره المجر انخفضت حصلت فولتيه وهكذا. فيكون ما طول اكو تغذيه عندي راجعه السيستم شنو يكون كلوز لوب. نجي الان الى خصائص الاوبن لوب وخصائص الكلوز لوب. اول شيء شنو الادفانتج، شنو محاسن الاوبن لوب وشنو الديس ادفانتج اللي هي المساوئ. اول محسنه او اول شيء في الاوبن لوب انه يكون سمبل بسيط ما يحتاج لصعوبه. عندك سيستم واكو مصدر للانبوت تولد عليه، اذا هو يكون بسيط سهل الصيانه، يكون اقل تعقيد، يكون اقل كلفه زين، يكون مرات يعني اكو مور كونفينينت اكثر ملائمه للاستخدامات البسيطه، لان هو مجرد فشي بسيط مشاهد. لكن ما عندك ايضا مشاكل الاستيبلتي، يعني انت السيستم مجرد تطيب بتطلع اوتبوت. خلينا نجي مثل هالامر، مثلا عندك الغساله المنزليه، الغسالات الاوتوماتيك، الغساله الاوتوماتيك تعطيها تقول يا خلال 10 دقائق ربع ساعه ساعه نص ساعه حسب الوقت مالتها اغسل هاي الهدوم واشطفها ونشفها وانتهت، فهي راح تغسل وتنشف وتوصل. اكو عندك فيدباك صار ان حاله الملابس في تلك اللحظه كذا، لا انا لازم ازيد درجه حراره الماي، لازم ازيد الوقت اللازم للغسل، لا راح تظل تستمر هي بعملها، تمر بذن المراحل وبالنتيجه تطلع عندك الاوتبوت. فهذا هذا الاوبن لوب. مساوئ الاوبن لوب شنو؟ مثل ما تذكرون الاوبن لوب هو عباره عن سيستم ما بي تغذيه راجعه، ما بي فيدباك، فالديستربنس من راح ياثر على السيستم، الكنترولر ما عنده اي معلومه، وبالنتيجه الاوتبوت قد يصبح مو ديزاير، قد ينحرف السيستم عن اداء الانفل. ليش؟ لان الكنترولر ما قاعد توصله معلومه، ما عنده اي معلومات عن طبيعه الاوتبوت اللي قاعد يظهر. هاي نقطه. ايضا الكواليتي، الكواليتي انت اللي حتى دائما تحاولها، لازم انت كوركر تجي تسوي له